السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري الزلف الأول. اليوم كي العادة راني في ستاد تاع تيزي وزو. اليوم رانا البرومي ماي 2023، با اليوم في شتا، راني نشوف خدامين او كاين واحد يخدم في تور تاع ستاد. ملعب تدريبات هنايا مازال فيه خدمة، الكازون شباب بزاف، مازال فيه خدمة، مازال ما داروش هذاك السياج الخارجي، هذاك مازال ما داروش، داروا هذا الصغير بصح الكبير هذا تشوفوا لي بول هذو الكبير هذا مازال ما داروش. واش ثاني الكليراج كملوه، مازال شويه خدمة تاع اونتروتيا تاع لي روتوش، ومازال هذوك البياد اللي هي ما عباش واش فيهم. هاو الخدام مسكين، فوالا هاو البيض اللي قلت لكم فيهم سلعة ولا ما فيش واش، مازالهم ثاني نورمالمون هو يقولو راح يدشن في ماي، هو سيتي بريفيجوا مي على حسب شوفه مازال شوية لي روتوش. نزيد نقدم شوية هنا باه يبان مليح. هاو كيفاه يبان ستاد الستاد الكبير، فوالا هنا منظر عام مليح شباب. هاو الفوال بيريفيريك تاع الستاد، وهذاك ملعب تدريبات، ملعب ألعاب القوى الفوق، قدر يستعملوه ثاني للتدريبات كوم دوزيام ستاد. فوالا خوتي، شكرا على المتابعة.